هل هما ملكان نزلا من السماء عقوبة من الله أو فتنة وابتلاء للبشر أو لمهمة تعليم الناس السحر؟ كل تلك التفاصيل لم تأتي بها الآية والقاعدة التي يسلم بها الناس في فهم كتاب الله، أن ما أورده القرآن مجملا كان مقصود الإجمال فيه مطلوبا، وما لم يأتي ببيانه تفصيل فلا حاجة إلى السعي في البحث عن التفاصيل التي لا فائدة من ورائها. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ليس في الآية كما سمعت أي تفصيل عن قصة هاروت وماروت، كل ما في الآية أنهما من الملائكة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، هذا صريح في أنهما من الملائكة. وكان بأرض بابل في العراق، هذا الذي في الآية، لكن ما الذي حول تلك القصة؟ هل هما ملكان نزلا من السماء عقوبة من الله أو فتنة وابتلاء للبشر أو لمهمة تعليم الناس السحر؟ كل تلك التفاصيل لم تأتي بها الآية والقاعدة التي يسلم بها الناس في فهم كتاب الله، أن ما أورده القرآن مجملا كان مقصود الإجمال فيه مطلوبا، وما لم يأتي ببيانه تفصيل فلا حاجة إلى السعي في البحث عن التفاصيل التي لا فائدة من ورائها. ثم طلب ذلك والبحث عنه في الأخبار الضعيفة والقصص الواهية والإسرائيليات المحرفة تضر أكثر مما تنفع، لكن الفضول العلمي يبحث به صاحبه عن تفاصيل ما أراد الله عز وجل أن يخبرنا عنها، كما حصل في قصة في عدد أصحاب الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، إيش؟ رجما بالغيب. لو أراد الله أن يخبرنا بعددهم لقال لنا هم سبعة ولا ثمانية ولا عشرة، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، كفى، ما لك داعي، هذه أمور لا فائدة منها، ولو كان فيها فائدة لأخبرنا الله. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، يعني من اليهود. تطوى الصفحة، قصة يوسف عليه السلام وكثير من قصص الأنبياء والمرسلين، هناك مناطق في القصة أوجزت وطويت وأضمرت فلا حاجة إلى البحث عنها والتنقيب وراءها ومن هم وكيف ولماذا ومتى، كل ذلك من التفصيل الذي لو أراد القرآن أن يعلمنا به لأعلمنا. كيف والقرآن موصوف بأنه أحسن القصص؟ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بالله عليك، قصة ترد في كتاب الله ثم تبحث عما يكملها من خارجه، فكيف تكون القصة في غاية الحسن إذن وقد زدنا عليها ما ليس منها؟ ومن ذلك قصة هاروت وماروت، أوجز القرآن تماما كما سمعت، وليس لهما ذكر في القرآن إلا في هذه الآية خلاص. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يقصد القرآن أن اليهود وبني إسرائيل تركوا ما أنزل على الأنبياء من الوحي واتجهوا إلى تعلم ما جاءت به الشياطين وما علم به من السحر، فتركوا الوحي وتوجهوا إلى الباطل، تركوا الحق وذهبوا إلى الضلال.